مساكم الله بالخير ويا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بفترته المسائية استديو الظفرة اللي بياخذنا معاكم لمواضيع وفقرات متنوعة. نتمنى نقضي وياكم وقت ممتع وان حلقتنا تنال على اعجابكم. والحين خلونا نروح لعناوين حلقتنا. احمد العريف الظاهري فنان اماراتي وجولة في اعماله الفنية. حمد البلوشي يفضل شعر الحكمة ويرى في عائلته سلالة من الشعراء. روان فرحات ممثلة ومذيعة سعودية بطلة فيلم ثم من بعدك. أمجد شاكر مطرب سوداني أبهر قيصر الغناء العربي بجمال صوته وعزفه للموسيقى. لكل فنان قصة تلهمه وتجعل من فنه رسالة. اليوم معنا الفنان الإماراتي أحمد العريف الظاهري لنتعرف على بداياته وآخر أعماله الفنية التي عكست جزء من ذكرياته. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. الفنية بادية من الطفولة، من استويت وأنا لي في مجال الفن. طبعا بديت في الرسم في أنواع مختلفة، عقب دخلت شوي شوي في التصوير، بعدين شوي شوي دخلت في الفيديو. فكان على مرور الوقت كل هالخبرة اللي أنا مريت فيها من الوقت هي نتيجتها اليوم ناخذها. فمثل ما تقولين يعني هذا شغل مش تحصيل حاصل، شغل أنا مارستها لفترة طويلة، ولكن كنت دائما أنتظر اللحظة أني أنا أعبر عن الشيء مثلا اللي أنا أريد أوصله كمسج أو كإحساس حق الجمهور بطريقة صح وفي الوقت الصح. أغلبية شغلي يكون كله عبارة عن التاريخ والفن والتراث، ويمزج شو اللي أنا عايشه كفنان وخبرتي في العمل، خوضي في الحياة والأشياء هذه توصل كيف يعني مثل ما تقول نتيجة الأشياء هذه اللي إحنا نمارسها في الأيام اليومية، الصور اللي نأخذها يوميا، الأفلام اللي نصورها، شو ما كانت إحنا استخداماتنا واستهلاكنا اليومي، كل هذا يمزج كله ويطلع في بطريقة اللي هي مثل ما تعرفين بطريقة فنية. آخر عمل قدمناه طبعاً المعرض اللي إحنا حالياً فيه في مرايا آرت سنتر، واللي هو عبارة عن قطعة حرير مخيوط عليها شبلة اللي هي الشخصية اللي مبتكرة مع الوقت. الشبلة كانت مجرد رسمات في الدفاتر، وحبيت أني أنا أنقل هذا. وطبعاً هالدفاتر كنت أشارك فيها في عن طريق الصور في أدوات التواصل الاجتماعي. ومع الوقت صار لها جمهورها الخاص، وصار لها ناس اللي يعرفون منو شبلة منو ليدي لايناس. ومن هالشخصية ابتكرنا عالم كامل مثل ما تقولين عالم افتراضي. دائما العمل إذا أنت ما حطيتيه بيكون تقصير منك أنت، بغض النظر شو ما كان. الفكرة تولد فكرة ثانية. إذا أنا حطيت هذه الفكرة اليوم ممكن أن تولد فكرة ثانية عند حد ثاني. مش شرط، مش بالضرورة أن مثلا يكون لها صدد كبير. هذا الشيء يكون مثل ما تقولين ردة فعل غير مدروسة، شيء نحن نتوقعه وشيء نحن يعني نتمناه. فدائما الواحد اللي في باله فكرة يطبقها على طول بغض النظر شو ما كان وين ما كنتي. الأفكار تروح والأفكار تجي مرة ثانية. النكست ستيب إن شاء الله بتكون الإكسبلورينج أكثر في الماتيريالز المختلفة اللي أنا استخدمها، المواد، طريقة العرض، في كل النواحي. دائما هي مثل ما يعني عودت نفسي أني أنا دائما أخذ الشيء وأدرس الموضوع وأشوف شو اللي أنا أبغى أسويه وألف عليه بطريقة أنه يعني أشوفها من كذا زاوية، وبعدين أبدأ أحط فيه المواد اللي أنا أشوف يناسب يوصل الفكرة أو يقرب الفكرة. فكل هذا الشيء ما يوقف على عمل أو عملين، ولازم أنت تبدين تكونين يعني
اكثر في من عمل لعمل، وهذا السلسله اللي انا دائما امشي فيها بغض النظر كان عندي معرض او لا. ان شاء الله اعمال جديده دائما بتكون موجوده. واشكر اشكر اشكر امي وابويا الله يحفظهم ويخلي لي اياهم، هم اللي كانوا سند طول هالسنين كلها، وهم اللي كانوا ملهميني طول هذا الوقت في خاصة في مجال التصوير ومجال الأفلام، لأن هم كانوا يمارسون هذا الشيء، وهم هذا الشيء أنا شفت وربيت في هالأجواء اللي هو الحفاظ على الصور، طريقة توثيق الأشياء، يعني هذا كله ترى يلعب دور، وأنا أشكرهم جد جزيل الشكر على حثهم وعلى دعمهم اللامحدود. أنا أحكي اليوم نحن الحمد لله متنومسين مثل ما يقولون. المجال الفني قام يكبر، المجال الفرص قامت تزيد الحمد لله، وهذا الشيء ملحوظ، وأنا كفنان أشوف هذا الشيء حلم وصار وتحقق الحمد لله، والحين نحن جالسين نقطف ثماره. فاللي عنده فكرة واللي عنده شيء يتوكل على الله ويسويها، لأن القطار لسه يمشي، وإن شاء الله صار متجهين إلى الطريق الصح. كما في شعره الوطني أبدع أيضا في الحكم، له في الشعر رأي وفي لجان التحكيم آراء. الشاعر حمد البلوشي يفضل شعر الحكمة ويرى في عائلته سلالة من الشعراء. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير التالي فلنتابع. يا هدوء الجو في فصل الربيع، يا ضجيج الريح يا روح الصبا، يا برود الثلج يا قلب الشجيع، يا عيون الريم يا عنق الضبا، اشتري قلب اشتراك ولا تبيع، مردون احبابي الطاير هبا، كم بكى شالح على فقد الفديع، ونمر بن عدوان دمعه ما غبا، مشكلة الايام تجري على السريع، لو رضى من هو رضى ولا أبا، وكان ما طاعك زمانك أن طيع العناد يدق أبواب الغبا، وهدهد سليمان من خبرني ديع يا أبا القيس التي تحكم سبا. الشعر طبيعة، ويعني لي مرآة داخلية لنفسي. الشعر أو الإعلام بشكل عام رسالة، طبعاً قبل الإعلام وقبل الشعر أنت تتكلم بلسانك وتسلم بإيدك، لكن بعد الإعلام وبعد تحمل مسؤولية في الوقت الحالي خاصة وطنية، صرت تتكلم بلسان الحكومة والدولة، وتتكلم بلسان معازيبك، وتسلم بإيد الشعب، فهي فعلاً مسؤولية كبيرة. هو بشكل عام حنسميها الرزبة أو الحربية، نوع طبعاً من الفنون التراثية غنائي، إذا دخلت المجال هذا عطلك عن كتابة الشعر المنظوم، أيضاً إذا دخلت لمجال الشعر الغنائي عطلك عن كتابة القصيدة المنبرية أو القصيدة الملقاة بشكل عام، فتأخذ من وقتك أكيد في النهاية. يقول بنزل نزول الطراري، أبغي مطار المدينة، ألا تقول أنت حاري الموت مر مشينا. هاي طبعا مدخل رزبه كانت هني عندنا في زاخر قبل فتره، وخذوها طبعا فرقه معينه قالوا لنا بنكمل عليها قصيده وبنشتغل عليها، وخذوها الشباب واشتغلوا عليها رزبه كامله تسجلت. طبعا انت لازم تحافظ على الاطلاله الاولى لك، الظهور الاول، فما كنت انا لميول اساسا للاعلام، لكني اجبرت على الاعلام فعلا. من بدايات القصايد اللي فعلا اعتبرها المراحل الشعريه، في بدايات المراحل الشعريه، على بحر الهلالي اقول يا حمود زرع العام يبست ذوايبه، عقب الخضار امست مغاني شايبه، يا حمود شد والحزن يلبس الحزن، لا الدار طابت لي ولا النفس طايبه، وين اتجه بنك الغلا اعلن الفلس، عقب الفوايد قام يدفع ضرايبه، حزني
على زرع زرعتها بدارها مذرت عليها بليل صلفه بايبه هذا الوفاء عقب الجفا ضيع الصفا والوقت دارت برحاها والمايبه. اقول له يا علي ارزق ربي منيده يا علي لا منيده الملوك ولا عيال الملوك لا تغرك فلوس ولا تغرك حلي عزة النفس أثمن من رصيد البنوك من تجارب حياتي جيتك بما يلي لا للأموال ربع ولا لعمرك صكوك معظم الناس ورد إذا نجيبك ملي والمحل عش بدارك معظم الناس شوك. بالنسبة للشعر في عائلتنا مجتمعنا مجتمع شعري الوالد أو يدي أو أخواني نقاد طبعا أنا من وجهة نظري لهم ضايق أو لهم باع طويل في الشعر حتى العيال الصغار عندنا الشباب ونقول الرجال لهم باع في الشعر فما كان شيء غريب يعني ممكن الفرق الوحيد أنه كان ظهور الإعلام وصول للمرحلة هذه. للذوق باب وللكلام ردود والطيب جيناته بمجرى الدم مع الولد من يوم هو مولود مثل النظر والسمع ولا الشم يا صاحبي دام الحياة حدود المدح بابه غير باب الذم وانت الكريم اللي لنسنا سنود طاريك نفحاته تزيل الهم لكن وانا اخوك الصغير العود بقول لك كلمة سمعها الصم من لا حسب للعيب والمنقود اسمه قبل عظمه بعيني رم لني ولد عم الليالي السود لو جرعتني من يديها السم ولني الرفيق الوافي المحمود لو ما لقيت بدنيتك بنعم. أحاول أني أحط كل كلمة في مكانها المناسب وأحط رجلي في المكان المناسب حتى بيني وبين عائلتي الخاصة فالشعر لمكان ولزمان معين وإخواننا الموريتانيين يقولون أنها الشعر إذا ما كان في وقته فهو مضر للإذن أكثر من أنه نافع ومستحيل يعد لك بيت شعر إذا ما كان لموقف خاصة البدو منهم أنا عشت عندهم فترة طبعا فمعظم شعرهم يكون اللي يرمسون عليه أو يسولفون عليه من بعد صلاة العشاء موقف بيتين موقف ثلاثة بيات موقف أربعة بيات فهذا الصحيح. سابقا شيبانا يقولون أن كان المجلس الواحد يجلس فيه 10 أشخاص شاعر واحد و9 مستمعين الآن صار العكس المجلس الواحد يجلس فيه 10 أشخاص 9 شعراء و1 مستمع كم بيستمع المستمع هذا؟ الحديقة لها زهور معينة وأشجار معينة تنمو فيها فأنا يستحيل أني أكلم الجمهور الخارجي الجمهور المصري أو الجمهور الأردني أو المغربي باللهجة الإماراتية البحتة وللعلم هي مش لهجة واحدة يعني احنا عندنا في الإمارات حتى على مستوى الإمارات عدة لهجات بين المدن عندنا وبين الإمارات نفسها وبين القبائل نفسها فيجب أنك تراعي المفردة متى ما كانت المفردة بيضة في الأمسيات الخارجية كان أفضل طبعاً بشكل عام من تطلع خارج نطاق الإمارات إذا كانت المفردة بيضة كان أفضل للشاعر وأفضل للمستمع أيضاً يفهم عليك شو اللي تقوله. يا ليل مر وخل من مثلي بحاله كثير الأوادم لي يحبون طعم الليل لو الحزن بن عمي أوني بن خالها وإنه مخاويني شر الدمع والمنديل لكن مالك ومال الذي حاله وماله عبر بين ضيف وبين صاحب وبين دخيل من أول
ولين الحين صدره مثل صاله لو ظروفه اضيق عالصدر من لجام الخيل يا كم يا عاني ولو يعاني فلا ناله سوى ابشر ابشر لا تكمل خطاك الويل وهو ما معه الا التراحيب ودلاله وبنكم فتح له باب الاقساط والتمويل. قبل تجربة شاعر المليون كانت في مطالبات يا حمد روح شاعر المليون يا حمد روح شاعر المليون، ممكن قبلها من الموسم الثاني أو حتى بعد الموسم الأول مباشرة كانت في مطالبات من داخل الإمارات ومن برا الإمارات أن حمد شارك في شاعر المليون، وكنت رافض المبدأ هذا إلى أن أجبرته، وكانت حتى رحلتي إلى البرنامج ممكن فقط لإرضاء بعض الأطراف، وإلى أن كملنا إلى النهاية. احتفاء الوطن أو العائلة أو المجتمع اللي حولك أو المدينة اللي أنت فيها بموهبة عندك أكيد لها رد فعل إيجابي جداً على شخصيتك وعلى شخصك، فهذا يدفعك للأمام، تحس في داخلك أنك عنصر مؤثر إيجابي للمجتمع، يحملك مسؤولية وفي نفس الوقت يدفعك للأمام. وشيء أفرحني أمانة بأنه كان لتأثير ولو على نسبة بسيطة. أنت لو تلاحظ أحياناً إذا تناقش مع شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة ويكون لك عليهم تأثير إيجابي فهذا يسعدك ممكن أكثر ما يسعد الشخص الآخر، فما بالك إذا معك 100، 200، 3000، فأكيد أن الشيء أسعدني جداً ولهم جزيل الشكر. أول قصيدة شاركت فيها طبعاً في شاعر المليون كانت فيها لي فكرة أنا في القصيدة أساساً، حتى البحر والإيقاع الداخلي مختلف والقوافي مختلفة، فدخلت عليها ما أقول لهم: من تعلى على العالية ما يدوخ، راكب الخيل يلي نوال الشموخ، حدها صاعده راعده واعده تزعج مخوخ، تحسب بيباسه تفوخ مقبله كالسحب نار في بطنها، والمدافع تغني طخوخ طخوخ، والمطر لي قطر قطرها عن عشر، مرهش مدهش عم رمل وصبوخ، نازل غاسل عابر في البلد تسمع الما وكانه جناح كفوخ، لي قبل اتقي يالفهيم اتقي لا تبين بأنك تلفت صموخ، احمد الله الكريم العليم العظيم ما فعل بك فعلق ومعاد وتنوخ، بعد طش المطر انتبه واعتبر قبل وادي الشعاب يشلك تدوخ، لا تقل عارفه لا تجي جارفه تجرفك والسبب كلمتك والزنوخ، لي جهل وردها ما قطف وردها شوكها في يده والزهر للشيوخ، من يقول البطل اعتذر ذا بطل باطل القول بطلان حجة فروخ، لا حكم للحكم عند من تحتكم شاربين العسل ماكلين التفوخ، ويحكم لا تقولون سوق العذر عن وصول أضمطانيخ لأرض الطنوخ، قابلوني هنا واقبلوا عندنا راعي الحق ماكل مع التين خوخ، قالها شاعر من ديار الكرم محترم محتزم ما يحات الدلوخ، شاعر اللازم ويذكرون حمد راعي الدار ليطيبها لها بدوخ. كانت طبعا هاي قصيدة الأولى اللي شاركنا بها في شاعر المليون اللي عرضناها على اللجنة. بشكل عام كل محكم يجب أن ما يكون ملم فقط بمدرسة واحدة من الشعر، فأنت تظلم المتسابقين إذا كنت تلم فقط بالمدرسة الكلاسيكية أو تلم فقط بالمدرسة الحداثية أو لك نمط معين وتحبه وتميل له، هني أنت تظلم المتسابق. يجب على المحكم في لجنة التحكيم أي مسابقة شعرية أن يكون ملم، وفي النهاية كمحكم شو ما كنت أنت لك ميول معين في الشعر مهما كان، بما أن محكم أو ناقد شعر له ميول معين في نوع من الشعر، لكن يجب أن تكون منصف وتكون ملم بكل المدارس الشعرية أو معظمها، وتكون عندك إلمام حتى في المفردة على مستوى المفردة العربية أو المفردة الخليجية أقلها، يعني بما أن الشعر النبطي منتشر أكثر في الخليج، فإذا ما كنت ملم في المفردات أو عندك تنوع في المفردة ولكن كنت ملم بالمدارس، هني أنا ما أتوقع أن أي محكم يكون منصف في لجنة أي مسابقة يحكم فيها. بعض المحكمين ليسوا بالشعراء أو مستشعرين أو أصحاب موهبة، فهني أنت تظلم الشعراء. الناقد أو المحكم يجب أن يكون شاعر
متمكن جزل على أساس ينصف في التحكيم. المسابقات خدمت المحكمين أكثر من المتسابقين بحكم التكرار. التكرار هذا أعطاهم قاعدة بيانات وقاعدة عن الشعر، وتمكنوا على مرور السنوات وعلى مرور الأشهر وعلى مرور الأيام من تكوين قاعدة مش بسيطة. يعني على خلال رحت بسبيلي وانت روح بسبيلك، ما عاد ينفعك البكاء والتمني، على ظهر الأحزان ترمي خليلك، سنتين وكفوف الانفارق طوني، يا ما طلبتك من كثيرك قليلك، أنوح لك نوح الحمام وتغني، لا تلومني أن رحت أدور بديلك، انت نهار العيد صديت عني. ليت الليالي كلها بالتمني، أو ليت كل الناس مثل الصحابة، يخيب في بعض المخاليق ظني، كل يوم جرح ما حسبنا حسابه، يلي تحاول بلوفة تمتحني، مثلك يطيح ودربنا ما مشابه، كم واحد من ثقل حمله يوني، وكم واحد لو ثقل حمله سرابه، وانا على غارات الايام اثني، اقارع الدنيا مقارعه ذيابه، ما تسمعوني ببيت حمدان اغني، بيت تمنيته وفزع عيابه، اعطش وعف اشرب من الارض لاني متعود اشرب من عيون السحاب. مستمرين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. روان فرحات ممثلة ومذيعة سعودية بطلة فيلم ثم من بعدك. أمجد شاكر مطرب سوداني أبهر قيصر الغناء العربي بجمال صوته وعزفه للموسيقى. حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. معانا اليوم ممثلة ومذيعة سعودية شاركت في بطولة فيلم ثم من بعدك، وهو فيلم درامي إماراتي سعودي تدور أحداثه حول عائلة سعودية تعيش في الإمارات منذ سنوات طويلة وتتعرض لأزمة مالية، ويقرر فيها الأب تزويج ابنته من رجل ثري حتى تنفرج الضائقة المالية، رغم تعلق قلب البنت بشخص آخر. وتشارك الفنانة السعودية روان فرحات في العمل مجسدة شخصية يارا ابنة عيسى، وهي محور الفيلم، مبينة أن ثم من بعدك حقق حلمها ولبى شغفها بخوض عالم التمثيل. نتابع التقرير التالي ولنا عودة مع الضيفة. طلع صوت وبعدين السماء مطرت، وش هالمصيبة؟ الشهر الجاي مثل هالوقت رح نكون في لندن. قاعد يقرأ لي فيها، ما عنده غيرها. وش تراها عني؟ أكيد ما عندها قوة خارقة، صحيح؟ وش العشاء؟ ما بيأكل سمك. يلا بسرعة، كل ما أتحمس للمشهد يغيروا في شيء كل أسبوع. ما في فايدة من المقاومة، كل البشر ضعيفين. أنا ساتران إمبراطور المجرات، استسلموا وإلا بمسحكم من الكون كله. يا هلا وسهلا فيك روان، ومعانا في الاستديو. اهلين قلبي، ايش حالك؟ عساك بخير. الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله، الله يسلمك. روان ما شاء الله عليك، بداتي كاعلاميه صحيح قبل ما تخوضين مجال التمثيل، خبرينا عن هاي التجربه. كمذيعه سينمائيه مع شركه سينماتيك سوشيال ميديا، هذه كانت البدايه. كيف كانت التجربه؟ التجربه كانت حلوه، يعني خصوصا انه كانت اول مره اوقف قدام الكاميرا وكذا، والحمد لله يعني ما عندي رهبة من الكاميرا ابدا. فكانت تجربة ممتعة مع ناس جميلة. بس ليش تركتي؟ هل تركتي ولا ما زلتي مستمرة؟ لا احنا مستمرين، لكن نعم. شوية يعني موقفين التصوير شوية الفترة هذه. جميل. اتجهتي الى عالم التمثيل، صحيح؟ هل كان هذا اول فيلم لك؟ هذا اول فيلم لي، صحيح. خبرينا عن تجربة الفيلم هذا. الفيلم يعني أنا سعيدة من جد أنه بدأت البداية هذه. أعتبر نفسي أنه I'm lucky أنه بدأت مع الجروب الجميل هذا.
مع المخرج سعود الشحي ومع الفنانين الكبار اللي كانوا معانا في الفيلم، عبد الله صالح. نعم. وابو نو، ممثلين كبار ما شاء الله، محمد جمال وبدري احمد. نعم. ومواري وجميع وخليفه معروفين. واحمد. نعم. فمبسوطه الحمد لله انه بدات البدايه هذه. يعني الجروب لو اخذتي بالك انه كلنا شباب مع العظماء اللي معانا، فكان وكلنا قلبنا على العمل وفي تعاون كان فظيع، فالحمد لله انا اشوف اني ام سو لاكي يعني انه بدات البدايه هذه الحمد لله. من خلال قراءتي لمقدمتك شخصيه يارا اللي هي كنتي تجسدينها، اهلها ضغطوا عليها في الزواج وزوجوها من رجل ثري. اوكي، هي انا ما راح يعني انا ابغاكم ان شاء الله الفيلم بس يكون ينعرض باذن الله، راح اقول لك وين بينعرض. ما راح احرقه عليكم، لكن الفيلم ما ناقش قضيه انه الاهل يزوجوا بنتهم غصبا عنهم، لا هو يناقش الابتزاز. من اي ناحيه الابتزاز؟ يعني انه في احد بيبتز احد، تمام، في الفيلم اكثر من انه ضغط الاهل يعني على بنتهم انه تتزوج. انا اللي عرفت ان الاب راح يضغط يارا على الزواج ويزوجها من شخص ثري بسبب الضغوطات الماليه اللي هو فيها. لا، بسبب الابتزاز. بسبب الابتزاز؟ هي. كيف؟ في شخصيتين في الفيلم يحبوا يارا اللي هي البطله، الاثنين يحبوها مره ويبوا يتزوجوها. اللي هو الغني والشخص اللي هي تحبه. ايوه، الاثنين يحبوها. اوكي، جميل. فهي بتختار مين في النهايه، يعني الظروف كيف بتخلي الامور تمشي، وفي النهايه هي بتكون مع مين وتتزوج مين. يعني شوفوها في الفيلم احلى. ما تبين تخبرينا؟ طيب خبرينا، مشوارك تقريبا الاحترافي في التمثيل بدا في هذا المسلسل فقط؟ في الفيلم هذا. ايوه، هذا اول شيء احترافي ابدا فيه. اول شيء قبل كذا كنت يعني بدأت كتمثيل بسيط، خلينا نقول في إعلانات وكذا مع شركات كبيرة. لكن كتمثيل فيلم أو كذا الحمد لله هذا أول فيلم ودور بطولة يعني، فمجد. نعم. الحمد لله. طيب منو اكتشف موهبتك في التمثيل، أو كيف حسيتي إن روان لازم ما تكون بس مذيعة، بعد لازم تكون ممثلة؟ كيف جاتك الفكرة؟ شوفي، أنا من زمان في الموضوع هذا يعني عشق، يعني موهبة؟ هي. ويعني والشيء هذا لازم الانسان يكون هو يحبه ويستمتع لما يسويه، لانه ترى هو ابدا مو سهل. وانا مؤمنه بشيء انه التمثيل هو يعني كل البعد عن انه الانسان يمثل. صدقيني، يعني لما تصوري المشهد انت عايشته وحاسته بكل ما فيه. فمن جد يور ليفينج بكل حواسك وبكل يعني شيء فيكي. صحيح، لازم تتقنين الدور اللي انت تمثلين فيه وتعيشيه. تعيشيه وتحسيه، فما انت قاعده تمثليه، فهذا ايمان وترى من جد ومن التجربه لما مريت فيها حقيقه. فهذا الشيء انا احبه من اول. غير كذا طبعا ايام المدرسه كمان كنت في المسرح حق المدرسه وكذا. اللي اكتشفني مين؟ يعني اللي رشحتني للدور. نعم. وقالت لسعود الشحي علي، هي مخرجه سعوديه اسمها عبير عبد الله. نعم. فهي اللي قالت لسعود علي، وسعود جلسنا وعملنا ميتنج وقال لي الفكره ومدري ايه، وكان يبي يشوف الشخصيه هذه وكذا ويدرسها وهل بيصير معاها الدور يعني يليق عليها وكذا. نعم. والحمد لله مش الحال. بس ما صار روانة، هل انت دخلتي في الفيلم على طول؟ ما صار يعني ما تدربتي، ما دخلتي في مجال التدريب قبل ما نجدي تخوضين هذه التجربة؟ شوفي، في يعني انا لي اصحاب فنانين. نعم. فجلست معاهم واكيد تدربت. هذا قبل لا نبدا تصوير الفيلم يعني مع بعض. نعم. فهذا اللي يعني اللي شوي خلينا نقول اللي البريبريشن اللي سويتها قبل لا ابدا مع سعود الشحي. ما لاحظتي اي صعوبات؟ لانها كانت اول تجربه لك، لان انا صراحه جربت تجربه صغيره، كان اداء دعايه. بس صراحه قلت اول واخر مره لانه وايد صعب. انت ما لاحظتي ما جاتك صعوبات؟ شوفي، الموضوع ابدا مو سهل حقيقي، والله ما امزح، ابدا مو سهل. لكن عشان كذا قلت لك من شويه لازم الانسان يكون يحبه من جد عشان يقدر يعطي ويطلع. لانه تعب
وضغط نفسي تعيدين كم من مره ولين ما تشوفين الدور. ايه اذا ما عشت الدور وما يعني لانه ايش اللي خلينا نعيد انه لما المشهد يطلع حقيقي من جد ويوصل صحيح. شعوره حقيقي كانه من جد فلازم يطلع الشعور والاحساس 100%. كنت بقول لك على شيء بخصوص انه صعب وما صعب. اصعب شيء شوفي انا انسانه مو بسهوله ابكي قدام احد لكن انا حساسه ابكي وايد ترى لكن انه احد يشوفني وانا ابكي ينعدوا على الايد في حياتي. فالجديد بالنسبه لي انه في الفيلم بكيتي صحتي انه ابكي من جد طبعا يعني لازم الممثل يدخل في المود وبعدين تمثل المشهد فانه ابكي ويعني ناس كثير راح تشوفني وانا ابكي هذا شعور يعني كان غريب بالنسبه لي عرفتي one of the hardest thing يعني اللي مريت فيها حقيقه بس غير كذا لا متعه يعني if you're doing something انت تحبيه مهما كان يتعب راح تبدعين فيه اكثر وراح تحبينه لانك انت ما تحسين ان هذا الشيء ممل بالنسبه لك. طيب روان عرفت انك انت بعد شاركتي كاداء في الدوبلاج الاداء الصوتي نبغى نعرف شو الفرق بينك انت تمثلين كتمثيل انه واقعي في يعني كفيلم او كتمثيل بس مجرد صوت. شوفي الفرق طبعا الدوبلاج هو انك بتمثلي بصوتك وبحواسك. يعني ماني عارفه ايش اقول لك هو وما هو سهل من ناحيه ايش انه انت في الدوبلاج بتعملي شيء اسمه فصل الحواس ففصل الحواس انت يعني قاعده تقراي وقاعده تسمعي وتشوفي الفيديو اللي شغال قدامك سواء كان موفي او كان كرتون فقاعده تقراي وتشوفي وتسمعي وتطلعي صوت احساس يعني الصوره تكون قدامك وانت لازم تشوفين الصوره وتطلعين الصوت مثل ما الصوره مبينه قدامك بالضبط بالضبط بنفس الاحساس يعني يوم يبدا يتكلم يوم يقفل فمه يوم يسوي كذا بنفس اللحظه اللي هو يتكلم فيها وكمان وايد صعبه مره صعب الموضوع يعني ما هو سهل بس برضو انه لما تحبيه يصير متعه فزي ما بقول لك هو انه كذا شيء في نفس الوقت وتمثيل بالصوت فانت يعني اذا كان صوت اذا كان هو المشهد حزين فلازم الصوت يطلع حزين صحيح. اذا متحمس ومستانس لازم نفس يعني انت تكوني في نفس المود اللي الشخصيه قاعده تسويها يعني جميل روان شو هي اعمالك الجديده اللي بتسوينها في كذا شيء تمام واللي اقدر اقوله انه ان شاء الله طبعا الفيلم حق ثم من بعدك راح ينعرض ان شاء الله في مهرجانات وعلى نتفليكس جميل وعلى الطيرانات كمان وفي السينماس تمام الخبر الحلو انه الجروب حق فيلم ثم من بعدك راح يكون نفسهم موجودين معاكم ان شاء الله زائد جروب كمان ثاني معانا يعني راح يكون العدد اكبر في عمل درامي ان شاء الله روان نحن نشكرك على حضورك ونتمنى لك التوفيق دائما يا عمري ثانك يو سو ماتش على الانفيتيشن وعلى المقدمه الجميله هذه وعلى وقتكم حبيبتي ومن الفن والتمثيل إلى عالم التكنولوجيا وجولتنا لفقرة التكنولوجيا اليوم راح تكون من داخل أكاديمية الشارجة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك الأكاديمية التي تقدم لكل من مجتمعي الباحثي والزوار تجربة فضاء تعد رائدة في التكنولوجيا اللي تستخدمها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مشاهدينا أسعد الله مساكم بكل خير اليوم أنا موجود في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وبكون وياكم بعد اليوم عشان نغامر ويا بعض ونكتشف الاختراعات اللي موجودة هنا في معرض الشارقة لعلوم الفضاء والفلك فيلا خلونا نشوف الاختراعات الموجودة والأشياء الحلوة تعالوا وياي الحين ببتدي وياكم بأول جهاز
الشيء اللي وايد عايبني في معرض أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك إنهم معتمدين دائماً على تقنياتهم على الشيء العملي وليس النظري فقط، وهذا يعني شيء وايد مهم لأن أغلب الصغار وحتى بعض الكبار يعني إنهم مهتمين بالشيء العملي. فيعني مثل ما إحنا قاعدين نشوف الحين ليس فيها يعني ليس في هذا الجهاز فقط، يعني أغلب الأجهزة 90% من الأجهزة قاعدين نشوف إن فيها حركة تعليمية. فيعني هذا شيء وايد مفيد وأنا أحييهم يعني على هذا الشيء. هذا الجهاز اللي قدامنا اسمه الثقب الأسود لعبة التنس، هي عبارة عن لعبة تنس متعلقة بالثقب الأسود، في مستشعرات تحت ترصد حركة الإيد وحركة الجسم. فخلوني ببدأ ألعب وياكم وبشرح لكم شو الفائدة من هذا الجهاز. أول شيء في خطين حمر هنا نوقف عليهم على طول، بعدين المستشعر بيقرأ إيدك، حرك الإيد أنت كلمة أبدأ. طبعا مثل ما أنتم شايفين لما حرك إيدي يتحرك الثقب الأسود. المعروف عن الثقب الأسود إنه عنده قوة جاذبية عالية جدا، فأي شيء تي قدامه على طول يسحبه. فمثل ما أنتم شايفين الحين لما قاعد أحرك في الكوكب، الحين شوفوا بيطلع، أتحرك الكوكب على طول ينسحب. فأنت شو لازم تسوي؟ لازم تخوز الثقب الأسود عن الكوكب عشان ما يسحبه عنده. ففي نفس الوقت إنها ممتعة، وحتى يعني نشوف اثنين يقدروا يلعبوا فيها، أنت يعني وأحد الأصدقاء حد يكون وياك تروموا تلعبوها. وفي نفس الوقت هي تعليمية يعني، ف يعني شيء وايد حلو يعني ومفيد وجميل. وهذه الاختراعات يعني المفروض دائما احنا نشوفها الثقافية والتعليمية. في ايضا جهاز ثاني صوبه، تعالوا يا خليني اراويكم هذا الجهاز. هذا الجهاز تعليمي ممتع رياضي. مثل ما احنا شايفين يعني هذا الجهاز في اغلب الاحيان نشوفه في الجيم ما في المعارض، عبارة عن سيكل وفي قدامك شاشة. الجهاز اسمه دراجة النسبية وهو يتكلم عن سرعة الضوء. فخلوني بيلس وياكم أنا. تيلس هنا. أيوه. هذا. أول ما تيلس بتشوف قدامك الشاشة. الشاشة فيها شارع وكذا نفس المباني يعني. فاحنا أول ما نحرك السيكل يتحرك هذا. وفي مؤشر تحت يطلع لك كلمة سرعة الضوء ويخبرك. شو قاعد يشرح لك هذا الجهاز؟ في نفس الوقت هو رياضي، شوفوني قاعد أتحرك، وهو ممتع في لعبة، وهو تعليمي. شو اللي علمنا؟ أن سرعة الضوء إذا كانت موجودة، يعني إذا كان العالم أو الكرة الأرضية أو الأرض أو البشر يتحركوا بسرعة الضوء، شو اللي ممكن يحدث؟ في شيء صغير بعد على اليمين اسمه انكماش الطول. انكماش الطول هذه نظرية، يعني نظرية معروفة جدا، تخبرك عن إنه شو ممكن يستوي إذا كان سرعة الضوء يعني هي الشيء الموجود اللي في الأرض. طبعا كل ما سرعنا يسرع، فهنا تبدأ نظرية انكماش الطول إنها تزيد 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 تزيد. انكماش الطول هاي عبارة عن إنه كل شيء طويل يضعف، يعني يصغر أو يمتد، يعني على يعني على حسب السرعة. فكل ما زدنا السرعة يزيد مؤشر انكماش الطول. وفي ايضا مؤشر صغير للزمن يخبرك سرعه الضوء، وسرعه الضوء هي 300,000 كيلومتر في الثانيه. يعني احنا لما نكون طالعين سوق سياره ولا شيء نمشي في 100 كيلومتر في الساعه نقول يلا احنا سريعين، هذا 300 كيلومتر في الثانيه وليس في الساعه. فشوفوا تعبتها. ف يعني ايضا بعد في وايد اشياء غير تحت، مش بس انكماش الطول في إذا كانت سرعة الضوء على الأرض، أيضا في عندنا هنا مكتوب تمدد الزمن وظاهرة الزوغان الضوئي أيضا. فأنا تعبت يا جماعة. ف يعني اختراعات وايد مفيدة، احنا قاعدين دائما يعني نحب نشوف هالأشياء اللي تعلم الناس. شكرا معرض أكاديمية العلوم والفلك في الشارقة. مستمرين وياكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. أمجد شاكر مطرب سوداني أبهر قيصر الغناء العربي بجمال صوته وعزفه للموسيقى.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع الفقرة الطربية، ومعنا اليوم المطرب السوداني من مواليد السعودية، اشتهر بأغاني الجاز والعزف على الجيتار، بالإضافة إلى أنه قدم العديد من الإعلانات لعدد من الشركات السودانية، وشارك في برنامج اكتشاف المواهب The Voice، انضم لفريق الساهر في آخر لحظة، كما يجيد الغناء بالعربية والإنجليزية. معنا اليوم المطرب أمجد شاكر، يا أهلا وسهلا فيك أخوي أمجد. أهلا بك، شكرا على استضافتي، شكرا لكم. العفو. أمجد، حابين نعرف كيف كانت تجربتك في برنامج اكتشاف المواهب، برنامج The Voice؟ أوه The Voice 2015. والله The Voice من واحدة من البرامج اللي أدتني إكسبوجر في الميدل إيست، في العالم العربي. برنامج The Voice برنامج رهيب جدا، الزول بيتعلم منه حاجات كثيرة جدا. أنا تجربتي شخصيا، أنا كنت مستمع طول الفترة بتاعت برنامج The Voice، كنت عبارة عن مستمع، فكنت بتلقى المعلومات، بتلقى الأشياء. لأنه يعني هل كنت تتلقى التدريبات في هذا البرنامج؟ كلها، في تدريبات؟ كل التجربة كلها، الإكسبيرينس كلها كنت بتلقى منها. نعم. تعرف على الناس، منك تدخل في مجال أنت بتنافس فيه وتلقى في نفس المجال ده ثقافات مختلفة وعقليات مختلفة. صحيح. بس كلها توجهها كلها واحد. صحيح. في نفس الشيء للموسيقى، فكونه أيوة أنا أمشي من السودان ولاقي بلدان تانية بتفكر بنفس التفكير أنا عاوز تغني، ونتبادل المعلومات دي. جميل. دي كانت بالنسبة لي أعظم تجربة في حياتي. صحيح. طيب ما شاء الله عليك، أنت بعد تعزف في الجيتار، من كم صار لك تقريبا؟ أنا بعزف من 2010. الجيتار ده صراحة ده رفيق الدرب حقي. كم صار لك تقريبا؟ ده 10 سنين الجيتار ده معايا. 10 سنين. ايوه انا بعزف 10 سنين. بعزف ريدم جيتار. والجيتار ده هديه من اخوي الكبير احمد. الله يديله العافيه. وهو معي في الرحله دي. امجد، انت كل اغانيك فيها عزف على الجيتار؟ ممكن تقريبا، هو يعني الميوزك ما تفرق. الاغلب. ايوه الاغلب فيها جيتار. بس ممكن يكون في عود، آلات وترية، آلات هوائية، ما بتفرق. It's music. طيب موسيقى هي. نسمع منك أغنية. أكيد. وبعزفك على الجيتار، شو رأيك تختار لنا أغنية على ذوقك؟ أنا حقدم أغنية خاصة اسمها عرفت كيف. دي أول أغنية أنا. هذه أغنية سودانية. 2010. أيوة أغنية خاصة بي أنا. سودانية؟ نعم سودانية. تفضل. اسمها عرفت كيف. نسمعها منك. Thank you. عرفت كيف
عرفتك كيف ممكن أعيش بلايا وحيد، بس انت طفطن انت طفطن عايز سعيد، بس انت طفطن انت طفطن عايز سعيد، واقف براي مليان أمل إنك تعود رغم الحصان، واقف براي 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 مليان أمل إنك تعود رغم الحصان، واقف براي ما لي عمل إلا الحلم بإنك تصن، واقف براي ما لي عمل إلا الحلم بإنك تصن، عرفتك كيف ممكن أعيش برايا وحيد، عرفت كيف ممكن يكون راجل بعيد، عرفت كيف ممكن أعيش برايا وحيد، بس انت طفطن انت طفطن عايز سعيد، بس انت طفطن روحي انت طفطن عايش سعيد. رائع، يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم، شكرا جزيلا. لاحظت ان في عز الكلمات عربية سودانية، لكن الألحان أحسك متأثر في الأجنبي، الآلة خلنا نقول العزف لآلة الجيتار آلة غربية، لكن لاحظت أن حتى في اللحن اللحن غربي، شو السر؟ والله هو اللحن ده لحن سوداني، واللحن السوداني موسيقيا بيرجع لسلم اسمه بنتاتونيك، اللي هو في الموسيقى ده السلم بيعزفوا بيه كل العالم. فبس السودان متخصص انه بيعزف في السلم ده بنتاتونيك. بس هو تفرع من البلوز والجاز. بس قريب من الغربي، صحيح؟ هو غربي والسودان بيعزفوا. الاثنين. الاثنين، لاحظت هذا الشيء. طيب امجد، متى بدا تقريبا مشوارك الاحترافي في الغناء؟ انا بديت 2010. اول اغنيه كانت 2010 طلعت للجمهور. ويعني اول 2011 بدا مشوار الاحترافي بتاعي. سو هسه يمكن 9 سنين تقريبا. 9 سنين تقريبا. شو هل الاغاني اللي انت بديت فيها كانت اغاني خاصه فيك، او ان انت غنيت باغاني مطربين ثاني؟ انا بديت اول كنت بغني في الجامعه، في كورال الجامعه، فكنت مشارك معاهم. بعدين كنت بغني في فرقه فرقة مع بعض كلنا. نعم. فأنا كنت مغني في فرقة اسمها جامرز كانت. فكنا شباب كلنا أصحاب نغني مع بعض. جميل. بعدين عملت الفرقة بتاعتي. كانت اسمها فرقة أمجد شاكر. ثم عازفين كان بيزفوا معي كلهم أصدقائي. بعدين I took it from there. مشيت. الموضوع مشى الحمد لله. جميل. ما شاء الله عليك. في أغنية خاصة بعد سمعنا عنها، هي أغنية نوبية. تشوف الفيديو كليب مع بعض. أكيد نشوف. والأجواء الحفل. نوبيا 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 نوبيا
شخصية قوية أخذتيني سحرتيني. شو موضوع قصة نوبية؟ هذا الحفل كان موجود في الإمارات؟ أيوه نعم، ده كان في أبو ظبي في مهرجان أم الإمارات كان. نعم. أيوه نعم. أغنية نوبية دي كانت أغنية هي جديدة وهي اتعملت to support the Sudanese women. هذه منطقة نوبة موجودة في مصر والسودان أيضا. أيوة. صحيح؟ أيوة أكيد. النوبيين أصلا هم originally جزء من السودان وجزء من مصر. فالأغنية دي هي بس بتعكس جزء صغير جدا من ثقافات السودان الكثيرة. نعم. اللي هو منطقة شمال السودان. نعم. اللي هم في جزء معظمهم النوبيين. دي واحدة من الثقافات اللي في شمال السودان بس. فالسودان رحلة طويلة شديد. شمال جنوب شرق غرب. كل واحدة كل منطقة عندها ثقافات وعندها لغة تانية. نعم. الأغنية دي أنا مغني فيها بلغة النوبيين الأصل. اسمها روتانا. اللي هي ما لغة عربية. هي تختلف عن اللغة السودانية. هي ما لغة عربية. أو لهجة سودانية. أيوة. ولا لغة سودانية. هي لغة سودانية أم ممكن تقول يعني. لغة سودانية الأم. لغة سودانية اللهجة. اللي هي لغة كل المناطق يعني الشمال عندهم لغة خاصة فيهم. غرب السودان عنده لغة خاصة فيهم. نعم. شرق السودان كذلك. فكل المناطق دي عندها لغة خاصة بها. بس تنفهم بينكم بين بعض ولا لا؟ ما تنفهم. ما تنفهم. شمال السودان غير الغرب غير الشرق. الشمال في أربع مناطق. أنت تعلمت هذه اللهجة ولا أيوة. ولا والله أصلاً أنت تعرفها؟ أيوة. أنا وأبوي بتكلم اللغة دي بس أنا ما بتكلمها. لكن تعلمتها مع الغنية دي. هل كانت صعبة ولا سهلة؟ هي زيها وكانك يعني كانك بتتكلم فرنسية وهي لغة جديدة يعني فحتاخد شوية لحد ما شو رأيك سمعنا الحين؟ يمشي فيها ممكن أغني لكم أكيد تفضل أكيد ملكة نوبية سمرة ذهبية عفة وبراءة عيونا عسلية ملكة نوبية قدوة قيادية عزة وكرامة شخصية قوية أخذتيني سحرتيني جمال أسرتيني ملكتيني يا نور أخذتيني رويتيني دلال سودانية يا نوبية يا حور وكندعكا ودسي ونبري نابكني وماينم بيغو وكندعكا منن وكري ودوي أكسوك فيك أمك درايموني وإيدين كغر أشركن لك أيلان ندوك سواك روسو غاشير كيلوك أيلان ندوك ريغوسو أيلان ندوك ريغوسو وسوداني دي ونوبالينغولوس. جميل جميل. حسيتها لهجة تقريبا قريبة من اللهجة الأفريقية صحيح؟ فيها تشابه؟ والله ما في تشابه بالعكس هي اللغات كلها مختلفة يعني كل بلد عندها مميزة. أيوة. طيب أمجد خبرنا لما أول منو أول شخص اكتشف موهبتك وشجعك في الغناء؟ أوه لسه طويلة. والله يا أختصرها لنا. والله في ناس كثيرة وقفت في الطريق حقي. أول الناس اللي وقفوا في أول زول أنا بديه أكبر كريدت والله بديه أكبر تقدير هو ماي منتور محمد الفاتح عربي. هو كاتب معظم الأغاني اللي أنا قاعد أغنيها وملحنها كمان. وهو أول واحد جميل. يعني كان عنده كين آي جميل. وقال لي أنت ممكن تمشي في الموضوع. طيب ممكن أمجد نختتم بأغنية بعد من ذوقك؟ أكيد. أنا حغني أغنية اسمها صباح النور. هي أغنية حقيبة. أغنية في السودان الأغاني كلمة حقيبة معناتها أغنية قديمة. تفضل. أيوه طبعا. فأنا هسه حقدمها لكم وإن شاء الله تعجبكم. مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية الحلقة وراح نختتم الأغنية من الفنان أمجد. شكرا على حسن متابعتكم. ترينا باكر إن شاء الله بنفس الموعد الساعة 8 وتصبحون على خير.
صباحك يوم يقاسم ديده صباح النور عليك يا زهور صباحك يوم يقاسم ديده وزاهر طاهر ما المغرور عليه جناح الرضا مفروض عليك يا زهور صباح سعادة وكل سرور جمال يغني عليه سرور عليك يا زهور صباح النور عليك يا زهور صباحك يوم يقاس بيده يلوح للعين من نورك النور شعاع الشمس على البلوم عليك يا زهور جهرت كفاك يا نور قلوبنا نبيت في التنور عليك يا زهور أيا صاحب الطرف المكسور كسرت قضيب شجاع وجسور عليك يا زهور تجاهلني وأنا بيك مشهور حسابي معاك بيك كل كسور عليك يا زهور صباح النور